بيحكوا لنا كتير عن صفقة القرن. يا أخي إحنا عن فلسطين مش متنازلين ولا بتوطين راضيين، ما إلنا غير العودة على فلسطين. بحس انه فيه رسائل كتير مهمة، رسائل جدا هادفة، لانه احنا نستخدمها لحتى نوصل الرسالة اللي احنا بدنا اياها. فهذا كان شيء كتير حلو ومهم بالنسبة لي، وبحس انه كانت هاي مهمة علي انا. في للمسرح الفلسطيني شيء بعد أعظم، شيء أكبر، وبتمنى إنه الفن هذا المسرح الدمى يكون هالقد أوسع. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.